صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني عيني. حاضر يا عم حافظ. جبت حاجه تاخد فيها؟ ايوه جبت سلطانيه، وامي بتقول لك كتر الدق. يا اخي ده انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه، وادي 94 قرش. يا حقاني انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مره توجع لي قلبي. امضيلي امضايه هنا في الظهر بالاستلام. دول 400,000 جنيه. حاضر. يعني تلات قيمك ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد امضي 500 قبضه ب 15 جنيه بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا سي رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كانوا يجيبوا لنا عربية بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروحوا المدرسة ازاي؟ يروحوا مشي. كانت ماشية في ركبك. المجمع يا اسطى. فلوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. تتمشش في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي، مفيش فايده. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ الله. نمشي من هنا لغايه المجمع واحنا شايلين الدهيه دي. امال حضرتك ده واقفين هنا للصبح. الله. مش شايلين 400,000 جنيه؟ ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي. يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بس تلقي؟ لا بلغيت الست. يودينا المجمع ب50 سنت. عينيا ماشي. إله ربنا يسقط اصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال. ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقه صغيره بس. مش قلت لك ابن حلال؟ الترومبيل بتاعك. الاسانسيرات عطلانه يا خديجه، في اسانسيرات تانيه جوه. ودي كلام برضو يا عبد الرحيم، ما احنا هنروح نلاقي الاسانسيرات التانيه عطلانه. خلاص عندك السن. اطلع السلم 11 دور ومعايا البلوى دي. مش كفايه جايين ماشي؟ خلاص ارميها هنا وامشي. ارميها ان شاء الله تترمي في نار جهنم. قد مصعب لما يحش وسطك. يلا يا فنديه يلا بلاش العطله دي، بلاش الوقفه دي، خلونا نشوف مصلحتنا. عبد الرحيم ما تشيل اللوز اللي مبوظه صوتك دي. يا مخطوب انت وهو. انا ساعتي دي يلا بسرعه. يلا خش يا بيه. في شبرا مزمار. انت بتسال علي ايه؟ هتسال عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ ولا ما احنا في الهوا سوا. اعمل لك ايه؟ هتكون فين يعني؟
في السادس في السابع. لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه الحمورية دي؟ انتوا تربيتوا فين؟ ده ابوات ده يا مؤاخذة. ايه؟ انتوا تربيتوا فين؟ كان فك ركبك انت واللي كنت عنده. شيل. ايه يا بشبيش؟ ايه يا بشبيش؟ ايه يا ابوات دولة يا بشبيش؟ اتفضل يا خش يا بشبيش. خش يا بشبيش. استنى عليا يا بشبيش. ايوه استنى عليا يا بشبيش. انا معاك يا كبير. تعالى يا بشبيش. حاضر يا بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر. استنى يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. يلا يا مراد تخلصنا ولا هتعمل لنا فيها حكايه؟ حكايه ايه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه؟ مش لما اخد نفسي؟ ما تاخد نفسك بعدين يا سي رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا سعب عزيز؟ لما اموت؟ الله انت هتفتحوا لنا محضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فندم، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فندم حتى ابوكم. ليه؟ وهتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ قال لك وانتوا تقفوا صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله يا عقد بقى ولا ايه؟ اوعى إيه عقد، وكل واحد حر في عقده، وصلى على النبي بقى لحلك ما انا مقبض حد. ما تقف صف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس انت. الله انت هتزل لنا ولا ايه؟ انا لا هزل لكم ولا حاجه، مفيش قبض يا فندي، انا لسه عامل برود الخزنه. يعني ايه يا الله؟ عشان كده خلاص يا استاذ رمضان معلش. ما هو دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان. اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل، هتزل لنا دي؟ ما تزل لي الرقبه غير الخلق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايز اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبته وخلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يو يا عم خلصنا بقى. وبعدين معاك انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانيه زي الجزم وتيجوا معايا انا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجه، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت تقم روح اجري بقى، وقف في اخر الصف هناك اجري. لا برود الخزنه مفيش قبض النهارده، اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى يا اختي مستعجله، تعالي. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا خدي قوي حوين قوي على مروح. فانتك على الله على طول. طب بلا ست زينة. شكرا. استنى ملحوع على المروح ليه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانية. لا يا اختي مفيش خزنه ما فيهاش فكه. اه احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتي هنقبل الحرام؟ قول يا اختي. يا سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك. اجي اقف في اخر الصف، انت هتقبض اخر الشهر. 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عينيا. اتفضل.
وخلي الباقي علشان ربع جنيه بنشحت اشرب ايه الربع جنيه ده خليه المحروس اللي بطنك. طب ما تزعلش خد توأم ان شاء الله. ماشي معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان. لا يا اخوي انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله انت مش بتقول عندك عجز ب 150 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفائز. اعوذ بالله حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. سلام عليكم. سعيد مبارك. نعم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. الهلوتي ما يفكرش في حاجه وتطلع مش مضمونه ابدا. احنا بنلعب يا بشبيشي. ده احنا عيال مخنا نضيف. 400,000 جنيه على 3 يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحته.
وسلمتين له محسن. لا وانت الصادق سلمتين له رمضان. يا عم هلال يا عمو عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شط طعميه سخنين انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل انما ايه. شوف الطعميه وحلاوتها، بص سخنه ولع نار. مد ايدك مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت بلاش بقى. انت فين بقالك كام يوم ما انتش باين؟ والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكلي. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لكنت اشتغل معاك عربية على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اتسلم مع النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه ما تيجي تشتغل، هو حد حيشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي عوض علي عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي علي عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي عوض دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجيه زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقه الجامده التمام اللي هي علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقدة تاريخية بقى، حتى العربجية عندهم عقد تاريخية. انت بتبصيني كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر. بلك انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. وانا اسمي رمضان. اه. وهلال قبل رمضان. اه. يعني هلال رمضان. اه. يبقى انا ابوه. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه اللي انا اشربه من كعان يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. مفيش ميه اعمل ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ مفيش. بقول لك يا خلاص لسه ماما عاملين يا ماما. طب انت قلت قبل ما تخش تغسل وشك بس تشوف الميه هتكفيك ولا لا؟ يا ده الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان. هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. امال نعمل ايه يا حمك بقى من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقى انا لسه سابق في كابوس اصعد على صوتك في الحقيقه. يا رمضان يا رمضان. يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه يا خلف ابو علي. خلف عينك انت لسه نايم؟ لوم العوافس والله عليك. تعال يا وابط الميه. عيني عيني. حاضر حاضر يا خلم وقويه جاتك الهم. يا
الكحول في وشهم. عينيا حاضر. امال فين عليك؟ انزل اوام. حاضر. انا هو. صباح الخير يا رمضان. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. اي والله ملفوفه. سمي يا اخويا على عيل ده لما املى سفاحه الميه. الله ده ليه يا ست انت؟ ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم، انت مش شايفني حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو؟ امال الرجاله يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج؟ اخرج. طيب. كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ انا مالي وانا فاضيه لك. طب شايلين انت. العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ فين عليك سرقه؟ ايه؟ فين عليك سرقه؟ وانا هسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه شرفني. هسرقه منين يا وليه؟ شرفني. اهي خدي خدي يا وليه. سرقه؟ ايوه. سرقه يا وليه مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه، انت هتديني يا وليه مش انت اللي مديهالي العيل قلت لي سرقه. حرام يا ولاد حرام. يا ستي ولا عليه عشان الورد يسيلوا عليه. طب اطلع انت بقى بسرعه عايز امك احسن تبرد. حاضر يعني. حاضر يا مين يا تلفؤاد يا ملفوفه القوام. جاب الميه. الميه هي يا ماما. يلا يا عيال خدوا الميه واغسلوا وشكم. يلا حاضر يا ماما. سيك يا بنت مع اختك. يلا على راحتك. امال هو راح فين؟ طلع فوق يغير هدومه احسن يبرد. من غير ما يجيب لنا العيش. عيش ايه بس يا ماما؟ كمان مفيش عيش. لا يا بنتي مفيش عيش، عايزين عيش عشان اخواتك يفطروا ويروحوا مدارسهم. اطلعي الدهيل. لا ما ماليش دعوه، اطلعي الدهيل انت. بقول لك اطلعي الدهيل. الدهيل انت جايه يا ماما. اوعي يا اختي كده. يا رمضان يا رمضان. ايوه ايوه اخدت ام علي. انزل قوم هات العيش. نعم العيش. ماله؟ عايزين عيش. ما انا جبت. انت جبت الميه والدور على العش. ايوه. طيب حاضر نازل. وحياه ابوك مش عايزين حاجه تانيه؟ اذا كنت عايزه فجلي ولا جرجير ولا ابر بوابير قبل ما تنسي. تفتح لي محضر ده فتح نافوخي. يلا فينا انت وهي. مفيش عيش. لا مفيش عيش. ليه مفيش عيش؟ ليه خالص؟ الساعة 7 الا ربع صباحا العيش خلص. صباحنا وصباح الملك لله. ايوه خالص. انت بتقول العيش خلص؟ ايوه خالص. امال ايه ده؟ بعت سياحي من بقى الرغيف ب 15 قرش. العيش بقى سياحي كمان؟ اه. وسياحي ليه؟ عليه سمسم. طب ما تشيل السمسم وهاته من غير السمسم. بقول لك ايه؟ خد من الفرن اللي جنبينا اجري هوينا. يلا. ايوه ده ليك حق عشان الكلام مش هيحوق معاه. يلا يلا يا ست تهيئ. يلا يا اخويا خلي. يلا شطبنا. يلا يلا يا راجل انت. متشكرين قوي يا رمضان. العيش العيش اهو.
عايزين حاجه تانيه؟ لا اطلع انت بقى غير هدومك على ما اعمل لك ساندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع في ايه؟ لسه هطلع السلالم دي كليتي. امال هتروح الشغل بهدومك دي؟ على رايك. حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحه يا رب. ربنا ياخدك يا اللي في بالي. صباح الخير يا رمضان. صباح النجف يا عم هلال. الشعبط ماشي. على مهلك. حماتك تحبك. غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ حفتر برسيم يا راجل. الطعميه سخنه ايه؟ كل. حماتك تحبك. ماشي. بلاش حماتك تحبك دي. هاي بلاش. حقك عليا. اخد عجلس باريزه. باريزه باريزه يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نساء. يلا يلا ياخد يلا ياخد اطلعي يا اختي. اطلعي يا حاسس. انا باخد لحاسس. يلا 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 أول مرة أشوف واحدة ست بمقصور. طب شيل شيل. عايزين اتنين أربعة رجالة يشيلوا معانا. طب شيل دي عيب عليك. أنا قلت لك تعال شيل معانا. ربنا يخليك. تعال معانا. شيل شيل شيل. معاك سلمة يا عم هلال؟ لا مفيش سلمة. معاك شيل. يلا. أنت حط مين وأنت حط معاك شيل. شيل. الله أكبر. الله أكبر. شيل يا جدع. شيل. شيلوني بقى. شيلوني. شيل. تعالى يا أخويا تعالى. والحين قدينا مؤاخذه. تعملوا ايه؟ قضيه منيله ب 60 نيله يا اخويا. بعد عنا وزها لقوا فلوس ناقصه في الشغل. على بلاطه كده يعني هبطوه. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 اشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا احنا جرينا وجابنا في كل حاجه. لجنه خبراء اجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ابعد. انت شو بتعمل؟ انت شو بتعمل؟ هو انا معصاب؟ لما تعيب عبارة. ايه يا ولد ايه؟ ده انا خافنا تطلعولي في المنام مع اللي بتسم. اوعى حد يا محمد. اوعى. يا خرس. قول. يا راجل انت. اوعى حد يا محمد. والله العظيم بالكسم يا ولد. يا سعدية يا اختي جوزك ده راجل خايب قوي. انا على رأي المثل ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه؟ عدم المؤاخذه ده راجل اهبل. حد يودي نفسه في داهيه عشان 300 جنيه؟ يوه هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 اشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله مش نيابه ومحاكم وبوليس؟ ابو الكابله يا اخويا عاملينها فتحه. جوزي بيقول على الاقل على الاقل فيها 10 سنين. يفضل الله ولا تلك نبويه. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزها ليه نبويه؟ يا سعديه يا اختي دي تسعيره والعمليه دي فيها 10 سنين. هتسالي الافندي اللي جنبك ده يا اختي. انا ماليش دعوه. انا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت ما تحطهاش حلوانه في سلوانه وتلزق كده. ارجع لورا شويه. انا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربيه على وضع جسمك. الله. انا اشوف العربيه على وضع جسمي ازاي بقى؟ هي الاسانسير عطلان يا سي رمضان. يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيدي.
ما تضحكش عليا ولا حاجة. أمرنا لله. نطلع على السلم. ربنا ياخد اللي في بالي. نعم أخويا. مش قصدي عليك. أنا مش قصدي عليك، أنت ابن حلال. ربنا يفرمك تحت الترمال. ولا حاجة يا بشويش، ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع 5 أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هما مش 90 كيلو بالظبط، 92 كيلو وشوية كده، كيلومتر. علي النعمة أنت مسكين. أي أيوة والله. الرد والسمنة وصلوا الجمعية يا فندم. انت واقف فين تعالى؟ انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الا وقدام يعني مش عندي عيال ولا متجوز، ما اكلش رز ولا سمنه اموت من الجوع؟ سمينا عند حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها، اشوفها بتشنشن في الشوارع وماشيه عريانه مط والناس بتقول عليها المجنونه ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحلط لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشويش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش عايز اي حاجه بقى في الهدف معايا؟ لا اتكل انت على الله. اي خدمه اخويا. اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامه. مالك في ايه؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ مالك في ايه؟ زبون عايز يشتري لحمة بريال، قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمة بريال قال. أقل حاجة عندنا نص كيلو بتلاتة جنيه ونص. نص كيلو مين يا رب؟ احنا بنشتري اللحمة بتاعتنا بالجمعة. بنشتري بالعشرة كيلو، بالاربعتاشر كيلو. بلد وفي العيد بنتبع جنيه. أي والله بنتبع جنيه. البريال لحمة قال. ده بريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقول لك إيه؟ خلصني. عايز إيه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبصلي ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوهم؟ بقول لك ايه؟ خلصنا، انا ما عنديش وقت. عايز بريال عط للكلب. ما تبصليش، قلنا للكلب. ايه ده؟ دي لحم. 2 كيلو لحمه هتغدى بيهم. تتغدى ب2 كيلو لحمه؟ ايوه، بطني وانا حر فيه. قال على راي المثل اقرع ونزهي. اقرع ونزهي؟ يا ست اقرع اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاك؟ ينيلك، هم 605 برطوش هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه تتجوز بيهم؟ يا ست ام علي العروسه موجوده. وانا موجود والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ بكام ده؟ 4 جنيه. والتلاجه بكام؟ وما يخنقش 4 جنيه. واوضه النوم بكام؟ وما يخنقش يا ست النوم على ارخص حاجه. ايوه، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. امال اعمل ايه هاني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني، انت لا تصلح للجواز بتلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص ايد ولا ناقص رجل ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس. عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوط لي ب 605 برطوش. ب 605 جنيه؟ يا ماما، يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك، ترضى تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ستي انا لا هبهدلها ولا حاجه، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه. مأنسي قوي. يا ابني احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس. معاك فلوس؟ لا، معايا برطيش. خلاص، تبقى برطوشه ما تسواش. ما تزعلش مني. الا
هو انت ترزعيني الكلمه وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك بنتك ايه؟ جبلتي يا ست ما تعمليش حاجه، حقك عليا. رمضان استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي نحى ورا تعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا حتى احنا فوخه. ما تشر عليك يا بنتي، ده مش هينفعك، ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. اله ربنا يخرب بيتك يا ام علي، لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتصلح ولا بتتنيل، دي وليها طماع. اي والله طماع، بس شويه شوربه وعظمتين للكلب، انما ايه جاك كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. اله يا رب تدفع الرز، اله يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ، انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب بريال. امال الموظف اللي زي حالتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا هنوق مرضيك، تعالى كل معايا وانت اللي مرضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكمله؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه تانيه في ست سنين، كنت هلاقيها منين ولا منين؟ هلاقيها من الخزنه ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من الطوابير الجمعيه ولا من مجاب الميه ولا من مجاب العيش ولا من قله ادب المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وناخد الفراخ، ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع، بلاش كام فارق. دوق انت بس، دوق انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. السلام عليكم يا لأ مغاوري. ازيك يا ولد؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ رمضان. ازيك؟ ألف الحمد لله على السلامة يا أستاذ رمضان. مالك يا ولد بيسأل بغلي كده؟ إيه اللي بيحصل فيه؟ في إيه؟ أنتوا قلبتوا الدار مقابلة للجواميس؟ أيوه، أصل أبويا العمدة مخلي كل حتة في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما بيسيبنا غير سيرة الفلوس؟ نهايته خلي العمدة فين؟ موجود جوه. اتفضل يا أستاذ رمضان. يلا. اتفضل. قلتوا إيه؟ سلام عليكم. عمرك سلام. اهلا 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 وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكم. ازيك يا خالي؟ رمضان اهلا وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر؟ ازيك يا خالي؟ اهلا. ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رمضان. ازيك يا خير؟ اهلا 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 يا خالي. اهلا بك انت. يا الدنيا حر ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صافا، ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خال؟ هي الدنيا ساقعه باين يا ابني. ما ترسلك على بار ساقعه ولا سخن؟ اي حاجه يا خال، حاجه ساقعه حاجه سخنه، اي حاجه تشرب وخلاص. طب ما تقول كده من الاول. اديني اقول شاي اللي جوه. علي النعم، مفيش اي ولا نيله جاي. ها؟ ازيك يا خال؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى يا حضره العمده، وسيبك مع الاستاذ رمضان. طب اديله يا جدع الفلوس قبل ما تجوه. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده، عددهم بايدي، تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك، كل استك في 1000 جنيه. ده رايي يا هنداوي، انت ما بتفهمش يا ولد. الله، خالي العمده عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش ست الفلوس قدام. انت حمار. سلام عليكم. مع السلامة. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مرة تبقى ساعة ومرة تبقى سخنة ومرة تبقى هفتانه. تجعان ويفرد يعني؟ ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه. يبقى بني خير يا رمضان. خير ان شاء الله يا خال، خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده، كنت قصدك في قرشين، كنت عايز رزمه يعني. منين يا من هنا؟ ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه. ايش بقر وايش معيز وايش خرفان وايش جواميس، وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه، عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادي اللي جوه. قال يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيوب. ارض امك انت كلت بقى من زمان. كلت بقى ايه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاوي اللي اكلته؟ بلاش يا سيدي حكايه الارض، خليه علشان خاطر رابطه الارحام اللي بيني. وانت صغير عشان تشحن؟ شحط طويل عريض مستوظف في الحكومه وجاي تشحن؟
ثم هجيب لك من ايه؟ انا ما حلتيش حاجه. ما هم لسه مدي لك تمن رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان، قوم يا اخويا الحق عربيه مصر قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخويا، وسلم لي على الناس اللي في مصر. الله يا ربنا يجيب لك شطه في الجواميس بتاعتك. الله يا رب اللي ياكل لحمه من بتاعتك يجي له ده الصعار ويمشي اهو في السك وانت اوله. عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس. خفت انت؟ خفت لا اضربك. ايه؟ سلام عليكم. اهلا يا بشبيش، اتفضل. برافو عليك يا بشبيش، كنت كويس انك جبت الشنطه. بس انا عايز افهم هتعمل بيها ايه؟ وانت منك دلوقتي تعرف كل حاجه. شحتوت. ايوه يا معلم. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلمي. امسك شنطه زيها بالظبط، ما يفرقوش عن بعض ملي. ايه الوساخ اللي فيها، الخياطه اللي فيها، صوره منها طبق الاصل. ماشي يا معلم. اضرب يا بشبيش. اضرب يا بشبيش اضرب. بكره نضرب ضربتنا الكبيره قوي. سددة من كل حتة، لقيت السد في وش كعشة أم علي، تبقى تمشي لشحاتي في الشوارع. إيه غيرك؟ سرحان ليه يا أستاذ رمضان؟ بتفكر في إيه؟ أنا جهزت يا أخي. أهو كل واحد بيفكر في خيبته. يبقى بتفكر في الفلوس. فلوس إيه؟ إجري إجري كتخيبة، أنت فاهم حاجة إجري؟ يبقى أنا ما قلتش غلط بقى. ما هو ما دام النهارده 27 منه يبقى كله بيفكر في الفلوس. بلاش كده يا استاذ رمضان. هقول لك حاجه بقى يا هان. طب انا اعرف موظفين بيعدوا اخر الشهر بالساعه مش باليوم، عشان كده مش فاضيين يشتغلوا. وهم هيقطعوا نفسهم هيعدوا ولا يشتغلوا؟ يسلب بقك. حلوه. ايه دي اللي حلو؟ النكته. نكته؟ النبي انت فايق ولا يا بشبيش؟ أو شوية كده أو شوية كده يا أستاذ رمضان. الله، إيه الكتاب ده؟ قانون العقوبات؟ أنت هترجع الحقوق تاني؟ رمضان. علي إزاي؟ ده أنا كنت دلوقتي وحشني قوي يا رمضان. الله يوفقك. وأنا عندك بتعملي إيه؟ تعالي كده. روحي إله ربنا سد أبواب الجنة في وشك والنار كمان، عشان تحتسي في الآخرة ما تقيش حتة تويك. مالهم 605 برطوش؟ إيه؟ رجعت الشنطة مكانها؟ كله تمام. وفاهم هتعمل إيه؟ آه فاهم كل حاجة. بقول لك إيه، المهم بقى إنك أنت ما تركبش معاه، تعمل المستحيل عشان تزوغ منه. أزوغ منه ليه؟ لا ما فيهاش ليه، هو لازم كده. وقوم انتس بقى على المصلحة وتشوف شغلك عادي لحد ما نتقابل. عشان يلبسها قول لي. ها؟ قول لي. ما تقول لي انت. يا غير اقول لي يعني لوحده. الله. والفلوس هتودوها فين؟ احنا هننام عليها لحد الموضوع ما يهدى خالص. وانا مش ضمني اللي انتوا مش هتضحكوا عليا. يا جدع عيب، ربنا دي معروف، احنا مخونش بعض. ثم احنا هنروح منك فين؟ وبعدين ما انت ممكن تبلغ عننا وتكشفنا ونروح كلنا في حديد. عليك نور. ربنا ما يجيب حديد يا اخي. جهزت التاكسي اشحته؟ كله تمام. خلاص وما نتقابل بكره الصبح انا وانت قدام البنك. ماشي يا عمنا. فلوسك تمام يا سي رمضان؟ تمام يا عم حافظ، كل شهر وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شايلنا يا بشبيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ رمضان، عايز تقول ايه يا بشبيش؟ انا كنت عايز اقول لك حاجه. طب ما انا كمان كنت عايز اقول لك حاجه. ما تقول.
لا قول انت الاول. انا بقول يعني اسيبك وانت تروح المجمع لوحدك. ليه؟ اصل عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شهر يعني. تعرف انك انت ابن حلال؟ ليه؟ لانني كمان كنت عايز اقول لك اسبقني، علشان التاكسيات ما بتوقفش الا للزبون المفرج، فانت لما هتمشي حلقه بدل التاكسي اتنين. ايوه بس انا خايف يعني تستتر الشنطه. شنطه ايه اللي هستتقل؟ ما انا متعود عليه كده. طب استاجز انا بقى. يلا خد بالك دي عهده. يلا بالسلامه. عهده. يلا. ربنا يوفقك يا بشبيشه. يلا يا اخوي مع السلامه. سلامه يا بشبيشه. السلامه يا اخوي. السلامه يا بشبيشه. لا مؤاخذة جت سليمة. جت سليمة يعني ايه؟ ده انت كنت هتموت. والله ماشي بكلم نفسي، مراتي بتولد. وانا مال؟ مراتك بتولد كنت هبلت الهبة دي. معلش حاج عليا حاج عليا. يا بروح تاكسي. فاضي؟ على فين؟ هديك اللي انت عايزه. على فين يعني؟ البغالة باب الشعرية. اخد 5 جنيه. انا موافق. شوفهم انا مفيش. اني بح. نعم اني بح بح. بصراحة يا اخواني عشان ما شحتفكوش معاي انا اختلست الفلوس. هزار ايه؟ بقول لكم بالفم المليان انا اختلست الفلوس. طمعت فيه؟ غريبة دي يا رمضان افندي. بطل هزار وقبضنا، احنا ورانا التزامات الله يخليك يا ابني. ما الخدمه فاضيه قدامكم اهي اهي فاضيه.
في 35 قرش تاخدوهم دلوقتي تفكوا نفسكم بيهم؟ طب وليه انك ما جبتش فلوس من البنك؟ دي مسألة كسل بقى. احفظ لسانك يا اخي. انا بقالي 15 سنة بشتغل، لا عمري كسلت ولا عمري خدت تعريفة من حد بدون وجه حق. امال فين فلوسنا؟ الله ما تقولها يا اخي، اختلستيه والله العظيم، ثلاثة بالله العظيم اختلستيه عشان تبقى ملحوقة على المروحة قوي يا اختي. لا هذا انت مؤكد حصل لمخك حاجة. عيب يا اخي، انا اعقل منكم كلكم. وفي واحد عاقل في الدنيا يقول الكلام ده؟ والله ده اللي حصل بقى. لا مش هينفع الكلام ده. اوعى تتهور، اوعى تتهور مع عرضك يا اخي، اوعى تتهور اللي يحبسوك ده كده على موظف عام. خد انت ال 35 قرش دول ليه كلهم؟ اعمل بيهم ايه؟ خدهم يا جدع. 35 قرش ايه؟ يا اخوانا احنا لازم نروح للمدير العام ونشتكيه عشان نشوف صرفه في الجامع ده. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. حصل ده رمضان؟ هي صوري انا عم بقول كل شويه، قلت لك يا اخي انت سام ابني اعمل اشهاد. حاضر. الله، ايه الحكايه؟ الله، هو سرق فعلا؟ امال اللي احنا خدناها دي ايه؟ صابونه ولا يكونش اتجنن عشان اكتشف السرقه؟ والله ما انا عارف الكلام اللي هتجنن، انا مش عارف ايه الحكاية بالظبط. السلام عليكم. خير؟ خير ايه يا فندم؟ ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ التهريج ايه لا سمح الله؟ ازاي مخبط الموظفين دي لغاية دلوقتي؟ ثم ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لهم على الحقيقة. بلغت البوليس. بوليس؟ بوليس ايه يا فندم؟ قال هم مش قالوا لك اللي انا اختلست؟ يعني الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ولا عبيط ولا بستعبط. تبقى جننت ولا اتجننت ولا حاجه. حضرتك المدير العام ولي رمضان وديه تليفون ودول الموظفين وبره السكرتير الغليز بتاعك اللي اسمه عزيز، ثم واحد اختلف فيها ايه دي؟ واحد شايل دقنه، التاني زعلان ليه؟ هو اللي يختلس يقول انا اختلست؟ لا، ومين انا راجل ما عرفش اللف ولا الدوران؟ ابقى غلطان؟ يا رمضان يا رمضان، انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزلة زي دي، انا مضطر ابلغ البوليس. ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي. حر، اتفضلوا على مكاتبكم. اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك في مكان امين. اطلب لي اسم عصر الميز. هي يا رمضان، انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم. واحد بقول لكم انا اختلست وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصني. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض عليه وحبس حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي، هو انا هعرف سيادتك شغلتك لما اخذك؟ ما تتفرجش حق كده ولا ايه؟ ما تقول اسمك ايه؟ ده الاختلاسات يعني شغاله ولع. ده انت مصيبه، انت مين ملاحق علينا؟ قال لا، هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلاقى عليكم؟ حاجه يا اخي، انت مالك مكشر كده ليه كده؟ ادخل. سياده وكيل وزاره. خليك اتفضل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزارة مقلوبة. اتفضل. خير؟ تم ايه؟ مصمم افندي على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان؟ ايه؟ وكيل الوزارة بيقول يا رمضان يا ابني، ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي؟ اخيرا بكلم وكيل الوزارة وبيبتسم لي ابتسامة ذات مغزى. شوف، هذه اهمية ان تكون مختلس، انك تكلم وكيل الوزارة شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الاصدقاء؟ شوف الحلاوه. يا راجل، ده انا حفيت عشان اقابلك، دول قالوا لي انت اتجننت، سرب بنكله يقابل اللي به وكيل الوزاره، ده يعتبر تخاطر الرؤساء وتروح في سين وجي. خير؟ كنت عاوز مني حاجه؟ كنت عايز اشكلك وجعتي، كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم ده يختش على دمه ويديني شقه ولو اوضه وصاله تنيل اتجوز فيه. يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطره عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندكم، ويا ابني انتوا اللي بتدوله المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس، بدليل ان عمره ما اداه الا للمدير العام
والمراقب العام والمشرف العام والمتنايل العام. على كل حال يا ابني، اذا كانت ضاعت منك الشقه هنعوضها لك بحاجه تانيه احسن منها 100 مره. ايه رايك يا سيدي حدك حته ارض تبني عليها اللي انت عايزه؟ فين؟ في السلوم. في السلوم المستقبل كله هناك. لا وايه، الجمعيه عامله متر هناك ب50 قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهرة ب450 كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. اصيف ايه؟ هو انا عارف اشدت الاول لما هصيف؟ انت عملت زي لما وزعت علينا كاستور، طلع نصيبي متر ونص وديتهم للترزي قلت يعملهم لي اي حاجة. عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه؟ بالظبط زي ما قال لفندي كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك انا. هتودي نفسك في ده؟ يا سيدي الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا ولا يا حاج مأمور، يلا حتى ابوك خلصت، يلا يلا اعمل اي حاجه. البيه الوكيل هيبقى اتصرف، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع اولاده كمان. يلا حاضر حاضر يا سيدي، خدوا يا رخيم حسنين حطوا في العجز. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ، زخرت وبعدت زخر العداله. يلا يا حسنين يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام، ما تخافش، امشي خد من ايه. يلا نضرب قدام، امشي. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت مودينا على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشرق. انا بشربها مظبوط. يا دمك يا اخي. بقول لك ايه؟ ما تيجي بدل ما نروح حجز ومع ناس نروح على السجن على طول ونخلص. انت مستني يا حبيبي. لا بقول لك ايه؟ ما تزقنيش، انا بقول لك اهو. انت واخد واحد سرق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سرق جزء من الاخر ولا نشيله جزء جنيهات. انا بقول لك روح اشتري بنفسك. طب تعالى خش يا ضمر. انت برضه بيزوق. ازيكم يا اوباش؟ يا سفلة القوم. مش انتوا سفلة القوم برضه؟ واوباش؟ دي اوضة رمضان؟ اي فتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس مرتبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضره الضابط، مش ممكن يمد ايده على حاجه تغير. بعترف. مش ممكن، انتوا اكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول. معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. متأكدة إن المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده أبدا. يا أختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. ألا قول لي يا جدع أنت، أنتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس. يا أخويا اختلس ولا ما اختلسش، المهم إن خدهم. أه بالنساه السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبيين اي حاجه هتقع تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار. الحمار قال دحذا لحمير. يا اخوانا عيب كده، العفره دي مش معقول. هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم؟ اسكت يا جدع انت، اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صل على النبي كده، وانت تقدر تعمل حاجه؟ حق عليا اعمل عايز افضلكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا اخينا انت. رمضان علي ايه؟ ازيك يا رمضان؟ ازيك انت علي؟ عارف انت انت ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا تديله الاكل. حاضر يا ستي، هو مسموح له باكل مدني، بس امشي انت. روحي انت عليه، روحي وحطي ببطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ستي امشي بقى، ما تودينيش في داهيه. الله، امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي، حاضر، اتفضلي يا ستي. مع السلامه وانت حلويتي وبقيتي ملفوفه كده. اتفضل. سلام يا فندم. اتفضل انت. تعالى هنا انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان. يا رمضان كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري.
ما هو دي اللي انا بقولها بيه. انا فعلا ماشي دغري، عشان كده لما اختلست جبت لكم على بلاطه كده على طول. مش احسن ما كنت حلقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا موسين وجن وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا، ويمكن انكشف او ما انكشفش. انا ما بحبش الطرق دي، انا لا بتاع ماس كهربائي ولا عقب سجاره. اختلاس، واختلاس حقيقي وقوي وواضح، وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن، كما هو الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل موظف او مستخدم عمومي يختلس اموالا او اوراقا او امتعه سلمت اليه بسبب وظيفته. وانت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ لا لا انا ما قلتلكش. قال ايه يا سيدي؟ كنت انا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي، بس حافظ الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس قوي، كويس قوي قوي قوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان. طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك العب 100 مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه، يلا خلصنا وحياه ابوه، يلا بالقضيه جاهزه وواضحه والظلم مدب ومعترف، واحنا جاهزين، احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسال. واحد تحت ايده 400,000 جنيه، حسبته لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش هاخد 6,000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي، لان العمر مش معزاه. وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق علي. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني اللي طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر؟ افكر في ايه؟ يا سعاده البيت، انا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينه كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي ال 400,000 جنيه، هيطبقوا الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، جنيه زي 1,000، يبقى انسرقت سرقه جمل. شغل بالك انت على راي الولايه القرشانه بتاعت الكرو. يعني مفيش فايده في دماغك؟ انت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس ان احنا هنجيب الفلوس، وساعتها اللي حطوا له ابيض ولا اسود وهتتحبس برضه. وما حياه فرص برضه يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي؟ اخرج اروح فين؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ ادنى ليه؟ كده هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. ما عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا، ما هم دول ليهم اوان تاني خالص، ولا العفاريت الزرق يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام، والحكم اوام اوام، والسجن اوام اوام، عايزين نخلص. الله، ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك، او تلاقي لك محامي دافع عنك. والله يا سعاده الباشا المساله لا محتاجه محامي ولا غيره، القانون واضح والمادة معروفة ومحفوظ. إن أنا قدام حضرتك عايز تخرجني خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصية. معيش بطاقة. إيه؟ وروني بقى هتعملوا إيه؟ ولا يمكن لحضرتك أهو؟ لا في بطاقة. أهي أهي، يمكن لك هدف تاني. بس شفت الصورة بتاعتي حلوة. طب اتفضل اديها لي وأنا حاضر. صورة جميلة من ساعة ما كنت في الإعدادية. أي والله. اتفضل. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخلي. مع السلامة. أي والله خلي تذكار محل. مع السلامة. سلام عليكم. مش عايزين أي حاجة من بره؟ مع السلامة. سلام عليكم. روح فين يا فينا؟ خش. خش. إيه يا جدعان؟ البيه الوكيل هو اللي خرجني. سيبه عسكري. ده حاجة عجيبة. عمرك شفت حرامي بيخرج؟ ده بيبقى قاتل قاتل وبيخرج بكفالة. بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش أنت. أنا بقى اللي بره. سلام عليكم. عايزكوا تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف بيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. Thank you.
ايوه انا اللي انت ايه هربت؟ ايوه هربت، واللي هيلاقيني هيديله مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي. اوعى تدخل حرامي حرامي. ايه كتكنين؟ احنا ناقصين؟ هم راضين حد يسجنوني؟ يلا امشي بلا قلب يا كفار. رمضان ماما يا ماما. ايوه يا عليا، في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان الحمد لله على السلامه. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ها عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومه. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغايه ما حددوا ميعاد الجلسه. يا اختي عليك اسم الله. اخويا انت تعبان، خش يا حبيبي. اهلا وسهلا، خطوه عزيزه. اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حبيبي اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يا عينيا الاثنين، دقيقتين وهحضر لك الاكل. يا اختي عليك وعلى جمالك، اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق، هي الاخبار عقبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون. امال كام يا عين امك؟ مفيش والله مفيش. هم 400,000 جنيه عمر. عمر؟ عمر ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين. دول يبدوا 4 عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيش انغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا. ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لنط من الشباك. بايخه مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنه؟ اكني سافرت اي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين، دول 400,000 جنيه. اموال الدنيا كلها. ما تسويش انك تعمل فيا وفي نفسك كده. كفايه انك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري، الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم انت مش كنت زعلانه ان انا ما عنديش شهاده جامعيه؟ ادينا هجيب لك شهاده جامعيه من جامعه ابو زعب. انا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متاخر يا علي. مش متاخر ولا حاجه، انت ممكن ترجع لهم فلوسهم. لا ده احنا نبقى بنهزر بقى يا است علي. وانت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمه وقعت خلاص، كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم انا عايز اعرف بقى بصراحه، انت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايفه لا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني، الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش، بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز، اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كم كيلو يعني؟ خليك واقعيه عليه. من يومين ثلاثه امك ما كانتش طايقاني، دلوقتي بتقول لي يا ضناي احنا في زمن بطاقه الانسان فلوسه 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 بس. علي اسالي جعان. جبت لك كوسه ورز وفراخ، انما ايه هتاكل صوابعك وراهم؟ قوم يا كب كبده. احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا، ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكه، ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجه، احنا ننامله في الدره لحد ما نشوف ايه الحكايه. عندك حق يا هلوتي، تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان، واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفالة. انا سمعت انه خرج من غير كفالة كمان. رايح فين يا حنية؟ الله اكبر، قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعالى كلك لقمة. اكل ايه يا ولية؟ ما انا لسه بتغدى. وماله كل كمان، هتنزل على لحم بطنك. تعالى انا عايزك في كلمتين. تعالى تعالى. كلمتين ايه؟ بس تعالى.
عايز ايه؟ انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما تجيبش الهمنك معايا. هتشيل لي 400,000 جنيه؟ وماله في الحفظ والصوم؟ طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حماد انسى الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ست بغنيه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قومي. زحمطتني. خيرك سابق يا عم رمضان. يترد لك ان شاء الله في قضيه تمويل. طول عمرك دمك زي العسل. انا جايب لك شويه بقاله حلوين قوي. كتر خيرك. كتر خيرك يا عم سويلة. بقول لك انا عازف في كلمتين. نعم. شوف يا سيدي دلوقتي لما اقصد في دي الكلمه الناس بتقلب دكاكينها بتعملها السوبر ماركت. فكره حلوه. ها؟ وانا بقى لما اقصد يعني عايز منك قرشين سلف هتبقى حلوه وانت ابو جدعان. سلف منين يا عم سويلة؟ الله 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 الله. من الهف اللي انت هفه. الهف اللي انا هفه؟ طب انا هفيه؟ انت كمان تهف؟ الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله صدقه من اللي انت سايقه. صدقه؟ الصدقه ما تجوز الا من مال الحلال. احنا هنقوم متشكرين قوي على الهديه دي. لا يا اخويا سيب هديه دي. لا يا شيخ. يلا مزيكا. يلا امشي بلا فلقه بلا مزيكا بلا غنى بلا يلا. يلا على رايك بلا نيلي. يا ساتر. انا همشي من هنا تعال وراي. السلام عليكم. السلام عليكم. الا ما اعرفكش بقى تبقى ماسك جورنال ولابس بنط وجزمه ميري وعايزني ما اعرفكش. قول لي اللي بعتك مفيش فايده. انا مش ههور يمه الفلوس دي نهائي دلوقتي. انت كده بتتعب نفسك على الفاضي يا شاويش. ايه حكايه شاويش دي؟ هو انت لسه ما ترقيتش؟ طب وبعدين؟ هتفضل طول عمرك نفر كده؟ ها؟ ما تقدم شكوى. قدم شكوى عشان يرقوه. ده انت كبرت في السن. اي أيوة والله كبرت في السن صحتك بقى طيبه. ايوه هو انت قادر تقف على حيلك يا راجل؟ زمانك دلوقتي بقى مصولات. اي أيوة والله العظيم والله العظيم ثلاثة بقى مصولات. الظلم وخد حقك. بالك انا لو اقدر اساعدك كنت سعيد، كنت عرفتك سر. بس دي معقوله؟ اضحي ب 400,000 جنيه عشان واحد تافه زيك؟ دي معقوله؟
حق دي لو حصل وعرفت سري يوه يوه كان زمانك دلوقتي طالع في الجرايد وبتسلم على المسؤولين ويدوك 2 جنيه مكافأة. أنا مش فاهم حاجة. أنا بقى فاهم. إيه اللي وقع منك هنا دي؟ دلوقتي مش بنفر وجزمه ميري. ده انت بلوه مسيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدام انت راجل بتشتغل جامد كده ما تستقيل. استقيل؟ ايه واستقيل؟ اشتغل في القنده من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ، حتى اكل وتشرب ويدوك في داخل وانت مروح. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت قلق. ما انت مالش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. انت عاوز ايه مني؟ مش ورايا ليه؟ حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها، هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني في شيء؟ حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات. شوف اقرب جلسه عندك. يا رمضان. افندم يا سعاده البيه. لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد، احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بدي لك فرصه اخيره، اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعاده البيه، انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمه دي؟ دي قاعدة متكلفة برضه. النيابة تحب تضيف شيء؟ النيابة مصممة على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. أود أن أضيف أن موكلي. يا أستاذ أنا لا وكلتك ولا شربتك، المحكمة هي اللي أنت دابتك للدفاع عني، ثم إن الحاجات دي كلها ملهاش لازمة. أنا راضي بحكم البيه القاضي السكرة دي. يلا يا بيه، يلا توصيني 7 سنين ربنا يخليك. اسكت يا رمضان. خلي الاستاذ المحامي يشوف شغله. يا سياده الرئيس، القاعده القانونيه بتقول انا اللي اتكلم وهو اللي يسكت. القضيه قضيتي وجوع حاول ابلع بطوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك ارجوك. ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك واقعد على المعروف. سيبني في حالك. اقعد الله يسيئك. اقعد. سيدي الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشده مع امثاله ليكون عبره لغيره. ايوه ايوه يا بيه، انا عبره لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداوله. رفعت الجلسة. كمان اجيب لك شاي يا رمضان؟ ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خسارة يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجة. بيتهيأ لك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي؟ ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعمل ايه اللي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. محكمه حكمت المحكمه حضوريا على المتهم رمضان ابراهيم اسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسه. يا حرام يا حلال. انتصار القانون. عاشت المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. عاش القانون الفرنسي. عاشت فرنسا حرة. وعاشت مصر حرة. وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. ما تديش دعوة، ما تخافيش عليا. خدي بالك انت من نفسك. استنيني. خدي بالك منها يا ام علي. بعينيا. ما معاك
يا اخويا اسم وقتن. منين يا حسره منين؟ متلكن متلكن. قلبي معاك يا استاذ. خلي قلبك على روحك انت، ما كويس مش دعوه خالص. يلا يا شويه يا ضيختي يلا. خش يا مسؤول. قال لا، ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين، يا اوباش، يا زبدة المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا دي؟ مش عاجبك يا؟ قال لا، هو من اولها كده؟ تعال هنا. اجي هنا فين؟ هاتو. الله، بالراحه علينا شويه مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه؟ ما ترد يا. انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح، انا بقفل بعد الساعه 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو، انت هتهزر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتو. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي، انا بضربك انت؟ ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه، ما تيجي تاكل معايا؟ طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ ابقاب. مين؟ ابقاب. ابقاب من امتى؟ انا مولود ابقاب. مولود ابقاب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود ابقاب. الظهر يا ابقاب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا؟ ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هم بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالسهل. انت جبت الفلنه دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش، ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عشت الله يخليك. قلت لي اسمك ايه؟ ابو اب. ابو اب ايه؟ حد اسمه ابو اب. Thank you.
بشبيشي. عيون بشبيشي. هتقدم استقاله امتى؟ لا انا مش هستقيل ولا حاجه، انا غبت، هما ضاعوا في دول. لا كده ما مشيش، لازم تقدم استقاله عشان ما يقولوش راح فين. اقطع حلقه وسيح دمه كده. هروح استقاله. انت تستحق كامل الاحترام يا عم. احنا ناس غلابه. غلابه مين؟ تخبط 400 باكو، الباكو فيه 1000 ليمونه وتقول غلابه؟ ده احنا حراميه كسر بقى. كسر طبعا كسر. ده الحرامي مننا عامل منظره يا دوبك يوم ما ياخد له شراب، تلفزيون، اي حاجه من على حبل غسيل، وانت تهبد الهبده في خبطه واحده. هل انت هتنق؟ نق مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. ايه حكايه الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه لمؤاخذة. حلو، تسمية حلو. فعلا الجنيه ما بيستحملش عصرة ليمونة. انت بتعمل ايه؟ حفل. تكنس مين؟ تكنس مين؟ انت ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكوماندا. كوماندا؟ العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت زيد المعلمين. سلام مخصوص لقصة اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصة الحرامية، سلام للزملاء الكركية، سلام لقصة الحرامية وسلام لإخواننا الكركية. البواكي حلوين حلوين، إيه سلام يا حلوة من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ أنت كبير المتصيد، أنت بتهبر وإحنا نعيط، ناكل يامك على طعمية وأنت الفراخ 100%، ناكل يامك على طعمية وأنت الفراخ 100%. اللز والفستق بتقنقش طح وإحنا بنتغدى حرنكش، وإحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت قرش تسوى قرش، معكش قرش ما تسواش قرش، والدنيا هي الدنيا، فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش، الهباش عمره ما يعلاش. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية، قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. احنا الاوباش الحرامية محبوسين 100%، احنا الاوباش الحرامية محبوسين 100%. قرش 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 قرش. اهو ده الهجان ضربوه يا سلام يا سلام، اهو ده الهجان ضربوه يا سلام يا سلام، اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف بيخاف، اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف، اهو ده النشال اهو ده النشال نشال، اهو ده النشال وكل اف وله حلال. حرام العشة الفاضية فاضية فاضية فاضية، وده هبر الضربة القاضية. قرش 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 قرش. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة، في الصنعة دول عالم سكة 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 سكة. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة، في صنعتنا دول عالم سكة سكة سكة. ودول زمايلنا السكاك السكوا واحد ضيف شنطة وزقوا عجلهم على طنطة حبس طوانطة. يا ابو عالم سكة بتوع الفكة، عالم سكة بتوع الفكة. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعاده الباشا انت بتكلم مين يا عم نجاتي؟ بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير؟
انا ليا طلب عن سعادتك. تحت امرك. انا عندي ولد لا مؤاخذه يعني دبلوم تجاره وبيشتغل في الحكومه. ربنا يخليه لك. ايوه بس سيادتك عارف يعني ان ماهيه الحكومه مش ولا بد. وهو ابني الوحيد على ست بنات وهيبقى العقل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد مني. ربنا يخليه لك ويخليه. ويخلي سعادتك. بس انا عشمي في سعادتك يعني ان سعادتك لما تطلع بالسلامه ان شاء الله تشغله لي. قوي قوي عناية الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي ليه لسعادتك. كارت؟ ايوه. بس ده لسه بدري. ايوه ما هي الايام بتجري بسرعه. على كل حال انا لسه ما طبعتش كروق. على العموم خليها بلا سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجاره. قوي. تشكر يا عم نجاد. شكرا يا سعادتك. شكرا. سلام. اول مره الاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركه الرزم. بصراحه انا زعلان الموظفين في المصلحه هزقوني عشان اتغنيت. يعني انت وانت فقير وزق وانت غني بيهزقوك. دي طبيعتك يا شحاته. المهم ما يكونش لاحظوا اي حاجه بالنسبه لموضوعنا. لا ما تخافش يا لوتي السيل اتدفق في السجن مع رمضان. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه، انتوا نمتوا على الموضوع ولا ايه؟ مش هنوزع فلوس؟ الله غريبش بيشي. الله تنقصك حاجه يا راجل، ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد باكو ولا عايزني نفترق بقى؟ اعوذ بالله نفترق؟ ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. بيقول لي مثقف؟ انا ساح يا جدع. انت احلى ساح يا جدع. ساعد لينا في الخير. ما تسعى انت وجيب لنا ازازه مليانه. طيب نزل انت عينيا. خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. يا عم فلوس ايه؟ جدع خد. يا عم ده انا يالي فلوس كتير هنوديها فين؟ يا عم انا جدع ده انت جربان. هيقول لي تحط فلوس خد. اجمل يا بشبيش اجمل. الله امسك نفسك. عرفتني يا بشبيش. انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا يا شيخ. يا عم وانا شايف قدامي، روح انت. طيب. خرع فين؟ الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحه. قشطه. اهلا يا نونوس. اهلا يا نورة حلوة. خواجة انا عاوز ازازة كونياك سكر برا. سكر برا؟ لا مؤاخذة السكر برا قال. اصل كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمرة سكر برا. وناس منهم بقى تطلب الخمرة كشري. كشري؟ كشري يا راجل. الكشري انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على الاولى ده اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمره؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري. انا راجل محترم. اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا. شكرا جدا. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوه يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعتي انا وانت تجهز نشوف لهم مصيبه نرميهم فيها وانا وانت اكس على بره. امتى بس؟ قريب يا بنت ما تقلقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي لكل واحد فيهم التلت؟ دي ضربه العمر على راي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفوا عليهم. ايه اللي على الطريق ده؟ انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل.
اللي اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عن حاجه سعاده البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه يا بيه من نفس الفلوس؟ فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السماء مفتوح سعاده البيه. والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون. اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا. بس هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقي يا بيه، انا خدامك. يا ابني هنا ما فيش خدام بقه حد بيفتح. وضبوهم. استراحة قصيرة. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالوا اقعدوا على الاستراحة يا ولد. اقعد يا بشبيش. انا ضربت ضرب. اقعد خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 يتشافوا كوباية كبيرة وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتحي السريح، ده اكبر هجام في مصر، معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه. عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه، هو ميمون و مين؟ ايوه وده. ايه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى احكي لي؟ حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجه بسيطه. ايوه بسيطه ايه يعني الحكايه؟ ايه؟ حاجه بسيطه يا استاذ رمضان. بس شفت العمليه بتاعه تاني جد فايده ازاي؟ فايده كبيره مش كده؟ تنورت. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك خد راحتك وبعدين بحكي لي حكايتك ايه. ايه والبقف ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف انت كمان ولا يهمك. شفت الحظ؟ حظ زفت. ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت. لو عرف اللي حصل هيعمل فينا ايه؟ انا عارف. اخ ده باين عليه ليه قيمه كبيره قوي. هلا خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تعتي الهم اي حاجه لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجة. الشاي يا معلمة. تشكر. نخدمك في الأفراح يا أكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقف. بس تعقيباً على التصريح الأخير بتاعك ده رمضان، أنا فعلاً بقول إن حرب المدن دي فيها إسفاف. أصل الحكاية كلها هي روسيا وأمريكا. وهي روسيا وأمريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100 انا صدقني لما اقول لك ايه سعاده الباشا. ايوه يا عم نجات. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي المكتب السيد وكيل النيابه عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. اتفضل. خد بالك من العيال دول الجداد دول. اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس صحيح في نسوان في النص. صدقني رابريون بلابلت قال فتش عن الوليه. لا انا اديني كنك. بس هنا ما حدش يفتح بقه. الجلسه بتاعت الجامعه. حاضر. مع السلامه. ادخل.
يكون رمضان ابراهيم اسماعيل يا فندم. افتح معه. اسمك؟ قال لك ما هو لسه قايل اسمه اهو. اسمك ايه؟ رمضان ابراهيم اسماعيل. احنا خلاص عرفنا الحقيقه يا رمضان. حقيقه ايه؟ هو احنا اللي هنحدد ونزيده؟ اتكلم بقى. مش قصدي. احنا عرفنا الحقيقه كلها يا رمضان خلاص. احنا ما كناش نايمين. وقبضنا على 2 متهمين من العصابه اللي سرقت الفلوس. البشبيشي محمد عبد الحميد وشحات علي السيد. واعترفوا بالكامل بالجريمه وجاري البحث عن المتهم الثالث اللي معاه الفلوس. عشان كده جبت امر من قاضي الامور الوقتيه لخروجك من السجن لحين اعاده محاكمتك وحصولك على البراءه. هو ايه قصده دي؟ قال الفلوس معاي وانا سرقت الفلوس. شحاتة ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقة. حقيقة ايه؟ يا سعادة البيه انا حرامي، حرامي ابن حرامي، الفلوس معاي وانا اتحكمت وخلاص، وبنفذ دلوقتي مدة العقوبة، وبعد العقوبة ما هتنتهي هخرج واخد حقي، وعلى رأي المثل بصل بخمسة وخمسة ببصل، انما تقول لي سيادتك امور وقتية وحاجات مستعجلة وبشبيش الحكاية اصلها هتضيق ومش مستحملة الحاجات دي كلها، اعمل معروف. يا رمضان انا مهمتي ان انا اجيب الحق لاصحابه، انت ما سرقتش يعني الحكايه هتبقى مجرد قضيه ازعاج للسلطات وخلاص. الله ما سرقتش ده ايه؟ حرام او انت انا يعني اكذبت. يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا من معروف وحياه ولاد، بلاش كلام كتير، افهم وركز. انت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. الله ياخد مين؟ يا سعاده البيع انا حرام، حرامي انا سرقت 100,000 جنيه والفلوس في حوزتي والشنطه معايا وانت كنت لابو كله في الامان ورحمه امي انا حرامي، حرامي لسه اعلاني مختلف. هي براءه العقل ما تستنى يا سيدي. انا مش حرامي يا دلوقتي انا سرقت وبقول ان انا سرقت في حاجه دي؟ انا مش حرامي. ما تهدى بقى عمار. ما تطلع تبقى مليون اوانطي. اوانطي ازاي؟ انت كمان صدقت؟ انا عارف لك بقى. عارف ايه؟ ده حركات من الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه؟ لو انت هتعرف احسن من الحكومه، اذا كان الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. انا فشوش؟ ايوه فشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدقف اللي معاه اكلوني الشاورما؟ انا عارف لك بقى. هم خلوك المقلب السوق. خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ايه يا جدع انت؟ انا عارف مش انت اللي بتقول. انا قلت انت بتقول ليمون وشاورما انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. فاهم الليمون وشاورما؟ ما انا قلت كل حاجه ستعيش. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ معرفش. هرب. هرب ومعاه كام؟ معاه اغلبيه المبلغ. وده اجيبه من اريده يا دي، لكن هجيب هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجة عنه ولا لا؟ أيوه بس من غير ضرب يا سعادة الباشا. طب قول له كمان، قول له كمان على صاحبته الرقاصة اللي اسمها نان. ولما أنت عارف إن في رقاصة وصاحبته اسمها نان ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الأول؟ هقول يا سعادة البيه ما أنا كنت هقول لك. قول قول يا اللي مطلعني أكذوبة فقاعة هوا. أنا تكسبني قدام المعلمين؟ ما حدش اللي يكسبك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما أنت كمان تقول ماما 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 ماما. حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان، ادي حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين الاسم الهلوتي دي؟ يقول لك الحكومة دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن أنا هجيبه. إن شاء الله هجيبه. ألا قول لو عوزتك أجيبك منين؟ إحنا مكاننا معروف. فين؟ قهوة البقر. قهوة إيه؟ البقر. البقر؟ فين دي؟ حارة الكلب. حارة الكلب؟ ناصية النتن. ناصية النتن؟ قهوة البقر حارة الكلب ناصية النتن. ودول كلهم في ايه؟ كلوت بيه. كلوت بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب.
الله يخليك يا سي رمضان. الحمد لله على السلامة يا ميمون. الله يسترك يا سي رمضان ويخليك يا رب. عجوة يا ولاد الكلب. طب ده انا حتى ما بحبش العجوة. طب تحطه بطيخ يبل ريقي. عجوة. طيب طيب مستنيينه بفروخ صبر. يا لهوي ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس. يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالزهده ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ يا سيرتي لا الوفات ولا حاجه. اطلعي علي هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني كنت هتربيها 7 سنين علشاني؟ انا كل حاجه مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان. بص استحمى وقوام قوام هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن. متلكن. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا هسيبك؟ ده انا مش هسيبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا. اطلعي عليا هات الفراخ. هات الفراخ يا اختي والبحيه. اطلعي يا حبيبتي. اطلعي يا روحي. اطلعي يا اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان يا رمضان الحياه مش فلوس. فعلا الحياه مش فلوس. الحياه عجوه. ايه عجوه؟ الحياه عجوه. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. جيلي عليا الحاجه دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منوره. ده نور. اي والله نور. الواحد يتكلم الصراحة. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبة للفلوس يعني. ايه هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحتة اللي انت مدكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ انا الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيشة المليونات. لا ما انش الاوان ولا حاجة. مهاني علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي وعيش عيشة المليونيرات ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المدكن ونديها. نديها بقى يا جماعه. ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشه عاديه. تجننت يا بت انتي. ارجع الفلوس ازاي واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا علي انا هاخد حقي. شوف يا حماتي عايزه تقفي معايا للاخر انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا هرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجهه في اوانها. اموت انا في المنجهه في اوانها. ثانيه واحده. خد يا سي رمضان.
ايه دول؟ 1800 جنيه خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدرة هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجارة كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركة بقى في سبت الكل حمات الحلوة دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ انا كنت سامع ان انت عندك نص فدان، ما تبيعيه؟ ابيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقة غير الفلمانكو ده. ما انا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجارة ساعتها الفلوس الكتيرة لما تظهر محدش هياخد باله، حطوه في الكازوزة. اه يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ حبيع يا ابني حبيع. يلا يا علي ندور على الحجة تحت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شوية، هي فيها لسه تربان. خطيبك ده بيخطط لنا غنغة، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. اه يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقة كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي ازواجا وافرادا. المهم دلوقتي انا عايش شقه مفروشه اعملها مكتب. تعالتك اللضر شقتي مالك؟ انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هفر منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع، خد دول. ايه دول؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري 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 ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه، لغايه دلوقتي ما اشتغلتش بتلاتة مليم، لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله حاجه عجيبه قوي. ده فتحي لما كان بياخد منه 500 كان بيرجعهالي لما ربنا يفتحها عليه بسرقايا وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمك كل حاجه وهيقول لك على عنوان مكتبنا. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوة قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. يس نو يس نو يس يس نو. من فضلك رمضان بيه موجود؟ خير يا فندم. لو سمحت تبلغوا ان المراكب وصلت والبضاعه موجوده في المخازن وكله تمام. تمام هنبلغ سعادته حالا. ممكن اقابله 3 دقايق لو سمحت؟ فضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا سمين جدا، ومعلش انا عايز 3 دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس اداره الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم، فضل سعادتك استريح. ثواني. فضلك يا ريت. تعرفت الجمارك بالنسبه للسيارات بقى كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. سلام عليكم. ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه كده ويخليك. الف سلامه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ علي دور. ايوه سعادتك اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السياده عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده.
لكن سيادتك عارف ان التجارة الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ الالف بنخسر طه ضاعت عليا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده. يا استاذ عبد السميع انا كنت اتمنى ان الالف جنيه بتوعك يكسبوا الف جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شوية اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي الالف جنيه بتوعك ما كسبوش غير الف جنيه زيهم بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب الف جنيه ناقصين جنيه في شهر واسعد؟ انا بقى اكرر اسف. ايه حضر يا سيدي ادي الالف جنيه اللي انت دافعهم وادي الف جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك ربنا يسترك في مالك. دي حاجه ولا السحر؟ سحر ايه يا راجل اعوذ بالله. انا جاي لك بكره ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا. مع الف سلام. انا بقى اكرر اسف. اللي بعد يا ريمون. اتفضلي اتفضلي استاذ. سعيده يا جوز بنتي. انا ليه عيش؟ ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كل ده يطلع منك خير؟ خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي انت بتعمله. خد ايه دول؟ سيختي تمنتها النهارده جابت 8000 جنيه شغلهم لي. عايزاهم امتى؟ لا 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 انا مش مستعجله عليهم. خليهم ماشيين في الساقيه كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني يخلفوا صبيان وبنات. وانا عامل زي المغفلين احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين. على رايك يا حماتي. المهم وصل لي كام منك لغايه دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي. هو في فرق بيننا؟ لا 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 كله بالحساب. انا احب الحساب قوي. اعملي معروف. شوف يا ستي قولي نص فدان ادي 16000 والنص بيت ادي 9000 وادي 8 يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح. مفيش فرق بيني وبينك. متلكن مش كده؟ متلكن اه. وعليها زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس. بكره تروح. انا رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك. مع السلامه. اللي بعد. ايه دي؟ مين دي؟ نسيت رمضان بيه؟ غضروف. غضروف مين؟ اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا رحنا سويسرا دي؟ السجن. غضروف. ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس ورجلي حفت لما عرفت علومكم وقلت اجي عشان اكل معاكم لقمة عيش بالحلال. اهلا وسهلا. عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ ما اعرفش اقرا وكتب. عندك سمعة؟ ما عنديش سمعة. بتفهم في اي حاجة؟ ما بفهمش في اي حاجة. عينوه في مجلس الإدارة. مش هي دي الراقصة نهد؟ تمام. ربنا يتمنها بعقلك. هنا ده عنوانها وبجد عن اسم الهلبوطي هربان في حته محدش عارفها والبوليس قبض عليها عشان يوصل له معرفوش. افرجوا عنها بعد كده. الحته تعرف الحاجات دي كلها؟ امال احنا بنلعب؟ لا ما تبصليش بسخريه.
ده انا هعلبك قوي. انا معاك براد. ربنا يتميمك بعقلك. عاقل قوي. حلال. والله عاقل. حلال. بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعه دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق ليها، ترسم عليها انك انت غالي قوي، وتصرف عليها بزخ بابد. طعم يعني. عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. اضحك عليه. يا بوي يا بوي، ده انت لحظه جشعه يا بت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعمل ايه؟ ليلك نقيه نقيه الليل. هتنحس مخي يا بنت الفطوس. فطوس يا عبد المتجلي. عبد المتجلي يخرب بيتك يا عبد امبابي. انا مش عارف اقول لك ايه. واصل انت ما خليتيش حاجه في عقلي. داني اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا نظري يا مهجتي يا مصراني الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبق سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشويه هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حي يا حي يا حي علي. ليلتنا مطينه طنطين الليلاني. سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني. يا حياتي. ليلتنا مطينة ثلاث طناطين الليلاني. عم بطهي. تفضل. السلام عليكم. خالد عبد الجواد، معقولة؟ ازيك يا رمضانكم يا ابني؟ ازيك يا خالد؟ أهلا يا مغاولي. أهلا أهلا. ازيك يا رمضان؟ شالي برا. والله عشت وشفتك آخر قبهت. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خال. انا سمعت يا ابني عن كل اللي انت بتعمله، حاجه حلوه قوي. قلت الضفر ما يطلعش من لحم، واحنا طول عمرنا قال. وانت عارف انني بتمنى لك كل الخير. امال اخبار مشروع المواشي اللي عندك ايه يا خال؟ المواشي ما بقتش تجيبها معاها اليومين دول. بس انا خايف يا رمضانكم يا ابني يكون الشغل دي فيه حاجة حرام كده ولا كده. لا إله إلا الله. شوف يا خال، إحنا بنشتغل بالحلال بالمضاربة والسقوط، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ريب. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه أهو، أنا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك يدور بالجامد. بالجبل قوي؟ ايه؟ عينيها الاثنين حاجة ساعة اللي بره. بس عايز اقول لك حاجة كده. شوف يا خال، احنا شعارنا تدفع باللاتي هي احسن تاخد باللاتي هي احسن. ما تدفعش باللاتي هي احسن تاخد بالجزمة على دماغك. مش قصدي. انا قصدي ان الجماعة في البلد هيجيبوا لك فلوس كتير قوي عشان تشغلني. وانا بقول ان العالم دول ما يستاهلوش.
ما تاخدش منهم حاجة ولا تديهمش حاجة. فعلا هما ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل يا خال. طيب يا سي رمضانكو الفلوس اهي، عد ايه؟ عند مين يا خال عيب؟ في المضاربة والسكوك مفيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيك. غدا اللي بره. طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للأمم اللي مستنياك دي. مش كنت تستنى لما تتغدى يا خال؟ لا غدا ايه بقى؟ خلي الغدا اليوم اللقا، يوم الحلال البلال ما يلعلع. ايوه. انت عارف يا خال، انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب نستأذن. مع السلامة يا خال. ربنا يكرمك. مع السلامة. مع ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا مغاوري. الله يسلمك. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. أسرة المستقبل تهدي إليك في المدينة والريف أقراص أمان الموضعية. أسرة المستقبل لا تطلب منك التحديد بل التنظيم. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط. مين ما هينبسطش معاك يا بسطة اليتامى؟ انت بسطانة؟ بسطانة. يبقى احنا الاثنين بسطانين. في صحتك يا رب. صحة اللي يصحي صحتك. ايه ده؟ ايه اللي يعني؟ فين سيمة؟ ايه ده؟ ايه اللي بيه؟ ده منين ده؟ يها؟ ده بيه؟ ينيلك ده احنا؟ ليه؟ ليه بيه؟ عن اسم عيالي كانوا على قرف لساني الكبير فيهم، والله ما انا عارف اسم الكبير ايه. انتظريني لحظة من فضلك. ده بيه. ايوه ايوه. ليه ليه بيب بيب اهلا. جاهزين؟ جاهزين يا سي رمضان. ما فيش حاجه اسمها سي رمضان، قول اسم سياده المقدم. حاضر يا سياده المقدم بيه. وانت وبقى عارف هتعمل ايه؟ طبعا عارف اعمل ايه يا رمضان افندي. ما فيش حاجه اسمها رمضان افندي، سياده المقدم. بس عليا النعمه انا لايق في العسكري احسن من الحرامي. جدع. وانا هعمل ايه؟ انت ما تعملش حاجه، تفضل ساكت خالص كده اهو. حاضر يا معلم رمضان. معلم رمضان. في حاجه اسمها معلم، قلت لك سياده المقدم. حاضر يا سياده المكتب. مكتب؟ في ظابط يقول سياده المكتب؟ يلا بينا ادعوا لي. ربنا معاك. بس انا ما بعرفش اسوق. ايه؟ انت هو راح فين؟ اركب اركب يا ولد. وكنت ماسك القضيه بتاعت الواد بتاعها حبيبها وهي اللي قربته بسلامتها. ما
عشان كده انت حطيتها في دماغك. يلا البوكس يلا يلا. انا كنت متاكده ان البوليس مش هيسيبني، فهيفضل ورايا على طول، مش هسيب حقه ابدا. اسمع يا ولية، اذا كنت تعرفي مكانه ما تجري وتخلصينا. هم هيسيبوني يا سعاده الباشا. اذا الولية دي جرت هتسيبوها؟ لا لا مش هتقدر هي، انا عارف. حر يا بيه حر يا بيه، بس اضمن مني ان تسيبوني. لا في الحاله دي انا هقف جنبك وهخلي القضيه دي اوانطه في اوانطه، ما يهمكيش. يسترك يا بيه. ودلها بين الارشينات. ايه؟ ودلها بين الارشينات. حالات ايه؟ همك قوي على المكافأة بتاعت وزارة الداخلية؟ يلا لبسهم أي حاجة عسكري. حاضر يا فندم. يلا خد لبسهم أي حاجة. اتفضل. قدام يا مزمزيه. مش هنتعشى؟ ايه؟ مش هنتعشى؟ نتعشى؟ انت هتودينا بداية؟ نتعشى؟ اسكت خالص. مش تحت هنا، وانا اللي هتصل بيكي في الوقت المناسب. بتخلينا نهد. انا مش خاينه، ده البوليس هيعمل لي قضيه. بوليس مين يا بنت الهبله؟ ده رمضان الصراف اللي خدنا منه الفلوس. ايوه انا الكرودي اللي خدوا منه الفلوس. يا لهوي، يعني هنضحك عليا؟ اخص عليك يا ناهد. غصب عني هلولتي. ما كانش العاش يا ملونس. انت عارف معزتك عند قد ايه يا حياتي. الا انتوا هتتعبوا، هتعملوا فيها بين الاطلال. فين الفلوس؟ فلوسي فين الفلوس؟ عيني حاجة بالك. اي حركة هتعملها انا ما عنديش رحمة، اقتلك. يا كرم الله. هذا من فضل ربك. هي الفلوس فين؟ جوه. جوه؟ اه. يا كرم الله. هذا من فضل ربي. هنا ما حدش يفتح بوقه، سيبوه يا كرم الله. هذا من فضل ربي. انت راح فين؟ راح حد شفتح بوقه. فين الفلوس؟ خلي بالك يا كرم الله. يا كرم الله. فضل ربي. الفلوس في ايه؟ خلي بالك يا كرم الله. اقصى عليك يا نونس. نونس مين؟ محدش بيفتح بقه. كانش العشرة مليون فلوس. كام
ولا ننس يفتح فوقه. فتح غضروف قباب ميمون، انتوا مأمنيني؟ بنتنا. شوفوا انا هخبي الفلوس دي بمعرفتي، وانتوا كانكم ما تعرفوش اي حاجه. وبعدين ولا قبلين نصيبكم في الفلوس هيبقى معايا، اكنكم محوشين قرشين للزمن. تامين على الحياه يعني؟ بالظبط، اول تامين على حياه الحراميه. واحنا مش هنتعشى؟ ها؟ احنا مش هنتعشى؟ يلا بينا. يلا. هو باب الخروج من ايه؟ سلام عليكم يا كابتن بيه. سلام عليكم. في ايه يا جدع؟ راح فين؟ سيبه عسكري. ايوه سيبه. سيبه امشي. امشي انت خالص. في ايه؟ انا عايز من سيادتك تفتح محضر. محضر ايه اللي هتفتحه؟ افتح بس يا سعاده البيه، افتح محضر. اصلني استرديت فلوسي تاني، وعايزك تطبق الماده 112 من قانون عقوبات الباب الرابع. تاني يا رمضان؟ احنا مش فاضيين غير ليك. هو الحق عليا يعني اللي عايز الحكومه تاخد حقه وانا اخد حقي؟ بس المره دي الفلوس معايا وشايفها وجها لوجه وماسكها بايديا الاثنين دول اللي هيغسلوا غسيل ابو زعفر كله. هي عشان ما بقاش ليك حجه بقى بيه. وبالمره بيه لو سمحت يعني عشان ما بقاش فيه دوشه، عايزك تطبق عليا الماده 336 من قانون العقوبات الخاصه بالنصب والاحتيال، ودي عقوبتها سنتين. اصلا انا نصبت لي نصبتين كده في السكه وانا بره السجن. لبت لي قرشين هاني، عملت حاجه اسمها رمضانكو لاعالي البحار. رمضانكو والناس هبلت صدقت. ده انت داهي يا بقى. وايه ده انت لابسه ده؟ دي بيجامه ومعايا زنوبه كمان. جيت بالبيجامه والزنوبه اختصارا من الاجراءات. لسه هلبس بدله واروح السجن ويحطها امانات والناس تصل الاجراءات واجي بالبيجامه على طول عشان اخرج من هنا على السجن اروح انام دوار. يا سلام. امال ايه؟ يا عسكري عسكري صوص يا اوباش يا زبده المجتمع. سلام مخصوص لاوصل لصوص. وسلام لزعيم البواكي. ناس احوالها يا عم غريبه، حجز جناح جواه تخشيبه. احوالها يا ابويا غريبه، حجز جناح جوه التخشيبه. واحنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. احنا الاوباش